وللحديث عن اقتحام قوات الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى والحرم القدسي والتظاهرات الفلسطينية التي واجهت عملية الاقتحام، معنا من القدس الخبير في الشؤون المقدسية الدكتور جمال عمرو. أهلا بك دكتور جمال معنا. بداية، كيف تقرأ ما جرى في القدس وهذه التظاهرات التي لم تهدأ منذ اقتحام قوات الاحتلال للحرم القدسي؟ تفضل دكتور جمال. نعم أخي الكريم، حياكم الله والمشاهدين الكرام. لم نتفاجأ على الإطلاق بكل ما حصل، كنا حسبنا حساب لهذا الموقف ولهذا الواقع ولهذا الهجوم الدموي القاتل، وكنا نعلم يقينا أنه منذ شهر بدأت وفود صهيونية ذاهبة آيبة لعواصم عربية مجاورة ولزعمات كبيرة وتلتقي معهم وتنسق لخنق القدس والأقصى ولخنق شهر رمضان المبارك ولإعدام يعني الإيمان ولإعدام الصلوات في المسجد الأقصى. كانوا يجهزون لهذا الأمر وكانوا يبعدون سلفا قبل بداية رمضان بأيام عشرات النشطاء في القدس عن القدس بكاملها، ثم أنه جاء هذا التحضير الذي شاهدناه ميدانيا برتب عسكرية متنوعة من قيادات عسكرية وقيادات شرطة وقيادات استخبارات وصولا لضباط وضباط صف ثم إلى جنود كانوا مدججين بالسلاح. فما أن كان يعني جمع الناس يعني وحشد الناس على صلاة الفجر العظيم، وهي صلاة اعتدنا عليها في القدس منذ زمن يعني، وانتشرت الآن في كل مساجد الضفة. منذ أن التقت يعني الجموع وكانت إعداد الناس 30,000 في المسجد الأقصى حتى بدأ الهجوم، وهذا الهجوم مدبر تدبيرا دقيقا جدا، يعني كان هجوما همجيا بامتياز، وبالتالي شاهدنا مئات الإصابات ومئات المعتقلين، وشاهدنا الأسلوب الهمجي العنيف في إخلاء الأقصى، وكان ذلك بروفا في أول أيام عيد ما يسمى البيسح اللي هو نعم. يعني لكن لماذا قرر الاحتلال الصهيوني استخدام هذا القدر من العنف ضد الفلسطينيين، ولماذا في هذا الوقت على وجه التحديد؟ تفضل. هو يظن هكذا عبثا في حكومة أصلا ساقطة وفي طريقها للسقوط المدوي، وهي أصلا شظايا من حكومة يعني، لكن هو كان يظن أن بوسعه إخافة الناس ومغادرة الناس للمسجد الأقصى كما جرى في سنوات سابقة وقام بذلك نتنياهو، وعندئذ يفتح الطريق ولو للحظة يكون الأقصى خاليا تماما لقطعان وسواب المستوطنين الذين يرغب الاحتلال في يعني الحقيقة في كسب أصواتهم الانتخابية وإدخالهم لتقديم ما يسمى القربان أو القرابين. قرابين عيد الفصح يعني التوراتي التلمودي في ساحة الأقصى في منطقة حساسة جدا بجوار قبة الصخرة حيث يوجد قبة السلسلة، ونثر الدماء هناك لعقيدة عندهم هي عقيدة الطهارة والخلاص. هذا أمر صادم بكل المقاييس وأمر إجرامي. نعم. سلطات الاحتلال تتحدث عن مزاعم ضمان حرية العبادة في المسجد الأقصى وتؤكد أن ما جرى يقف وراءه مخربون. إلى أي مدى يمكن الربط بين ما جرى اليوم بمخطط ذبح القرابين الذي تنوي الجماعات الاستيطانية القيام به؟ ونعم المخربين، هذه الجموع الطاهرة المؤمنة بالله وعباد الله وأتباع الأنبياء الذين قتلهم الصهاينة، هؤلاء يعني الذين يتهمهم الاحتلال بهذه التهم. الاحتلال يكذب يا سيدي كما يتنفس تماما، وهو كاذب من رأسه حتى أخمص قدميه، وهو لا يستطيع ولا تنطلي أكاذيبه إطلاقا على البشرية كلها، وهو يعني فعليا يجهز لكارثة في السبعة أيام المتبقية من هذا الذي يسمى عيد، وما هو بعيد ولا علاقة للأقصى بأعياد الصهاينة المستجلبين إلى فلسطين، فليعودوا إلى أوكرانيا وليعملوا أعيادهم هناك أو في بولندا أو أي من حيث جاءوا فلينصرفوا، لكن هذه الأكاذيب لا تنطلي على أحد. ونحن لا يمكن أن نتخيل في لحظة من اللحظات أن هناك تنازل عن ذرة رمل واحدة من الأقصى، لا تقسيم زماني ولا مكاني. فهذا مسجد خالص للمسلمين وهو قرآن يتلى، والقرآن لا ينتقص ولا بحرف من حروفه. وعلى هذا الأساس نعم في الحقيقة ننظر بخطورة بالغة إلى جرائم الاحتلال في الأقصى. دكتور جمال، الأمم المتحدة تطالب بإجراء تحقيق لما جرى اليوم في القدس والمسجد الأقصى على وجه التحديد. السؤال هنا، هل يمكن التعويل بالفعل على هذا الموقف؟ وإلى أي مدى تخشى أن تتطور الأمور عما كانت عليه
أو إلى ما كانت عليه في معركة سيف القدس التي وقعت آنفا؟ يعني هذه الأمم المتحدة ذاتها التي صمتت لمدة 74 عام على 7 مليون لاجئ فلسطيني مشتتين في أصقاع الأرض، ولم تستطع الصمت لمدة 7 أيام على اللاجئين ذوي البشرة البيضاء والعيون الزرقاء وشعر الأشقر أو الأصفر. فهم كانوا في حقيقة الأمر سباقين في أوكرانيا، ونشاهد يعني يذلون واحدة من الدول العظمى اللي دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، يذلونها إذلالا، وتجتمع جامعة الدول العربية لأجل هذا الأمر ولا تجتمع لأجل الأقصى. ويعني ألمانيا تغير دستورها لنقل السلاح، وأوروبا كلها تصطف، وكل الدنيا قامت ولم تقعد لأجل أوكرانيا. ماشي ماشي، نحن لا نحب أن يظلم أحد في الدنيا، كيف تقبلون 40 عام؟ هذا هو الدب المورال، هذا هو الازدواجية في التفكير والازدواجية في المواقف. هذه الأمم المتحدة لا تستحي على نفسها. كم 100 قرار أصدرت لفلسطين وأيا منها طبق؟ لم يطبق أي قرار من قرارات الأمم المتحدة. فليستحوا على أنفسهم وليخجلوا. هذا الشعب آن له الأوان أن يستعيد كرامته وأن يستعيد أرضه كما استعادت أذربيجان إقليم ناغورنو كاراباخ بنفس الطريقة. لا شيء غير ذلك. إلى آخر الأسئلة دكتور جمال، يعني الموقف الشعبي الفلسطيني إلى أي مدى ترى أنه تطور ليسبق الموقف السياسي الرافض لتهويد القدس؟ نتحدث هنا عن أكثر من 30,000 مصلي اعتكفوا بالقدس. ترى ما هي الرسالة من وراء هذه التظاهرات وهذه الحشود؟ والله الشعب الفلسطيني في أفضل أيامه وأفضل حالاته، وقسما بالله أحصيت الآن قبل أن ندخل إلى الهواء مباشرة 14 منطقة فيها اشتباكات الآن. فلسطين كلها قائمة قاعدة الآن، وحتى أنك تجد يعني صدى لهذا الموقف العظيم، لهذا الشعب العظيم الذي يرزح تحت الاحتلال وقهر الاحتلال، تجد له صدى في عمان وفي إربد وفي عواصم عربية كثيرة وعواصم إسلامية. لا لا لا، الأقصى ليس وحيدا والشعب الفلسطيني ليس وحيدا، هناك نصرة وهناك انتصار، وهذه أجواء مليئة بالتفاؤل، يعني تبعث في النفس التفاؤل العظيم، لأن هذا الانطلاق من الأقصى الصاعق الرافع الخافض الكاشف، الأقصى يحرك الأمة بكاملها اليوم، وبالتالي هذه أفضل الأحوال وهذه أفضل اللحظات، وعسى الله أن تستمر إلى أن يزول هذا الاحتلال من فوق الأرض. من القدس المحتلة كنت معنا عبر سكايب الخبير في الشأن المقدسي الدكتور جمال عمرو، شكرا جزيلا لك.